بكم كالعادة في كلام رئيس البلدية. في كل مرة نسلط الضوء زاد على بلدية محظة، بلدية جديدة، في كيفاش تخدم، شنو الظروف اللي تخدم فيها، هل أمورها طيبة، هل بالفعل بدأت في تطبيق الحكم المحلي ولا لا. فما عديد البلديات تقريبا أغلبها المحظة عاجزة وما تنجم تلبي حد شيء. شنو أحوال بلدية حمام جديد مع زميلنا أحمد الأخويني في المباشر؟ صباح النور سيدي. صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا. احنا اليوم في بلدية سيدي جيدي اللي هي بلدية محفة جديدة، ان شاء الله تمناولها معناها كل خير ونتمناولها معناها ترتقي بالمنطقة البلدية سيدي جيدي، خاصة اللي هي منطقة عانات الكثير ومعناها فما برشا خدمة باش تستحق بالموال التنموي وتخرج معناها من الوضعية اللي هي فيها، خاصة على مستوى البنية التحتية. وكذلك ما زالت هذه بلدية سيدي جديدي فعديد المناطق اللي احنا بلغنا من المواطنين واللي معناها الاشكال، اهم اشكال تبعناه هو اشكال الماء. اليوم على بعض كيلومترات معناها من الحمامات المنطقة السياحية نلقاو مناطق كيما سيدي حماد اللي هي مقسومة بين معناها قسمين، قسم تبع بلدية الحمامات وبعد انطلاقا من واد سيدي حماد المنطقة ذيك تبع بلدية سيدي جديدي هي ككل سيدي حماد عندها اشكال ماهيش معناها مزودة ماهيش مربوطة بشبكة المياه معناها السونات، وفما كما حتوس ومناطق عديد المناطق هذوما مازالوا ماهمش مزودين بشبكة المياه السونات. فما زاد كيف الاشكال اللي الناس الكل تتبع فيه، اشكال حمام بن سيدي جديدي اللي تم معناها معناها الفتره الاخيره تم تحويلها الى خواص عن طريق بتة، ولكن ما زالت التشكيات والناس يقولوا لي ما تطورش الحمام، خاطر كان الهدف من كونه يتعطى الخواص باش يزيد يطوروا. الحاجه الاخرى كونه الحمام موجود في سيدي جديدي، ولكن بلدية سيدي جديدي تقول كونه ما فماش حتى عائدات ومعناها ماهيش قاعده ترتفع معناها بلدية سيدي جديدي بعائدات الحمام هذايا. دونك هذا الكل كان ناخذه سي جمع الحجري باش يتفاعل معنا ويجاوبنا على الاسئله هذه الكل. الو صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك سي جمع، شنو احوالك؟ الله يبارك فيك. الله اموركم طيبه؟ الحمد لله على كل حال. على كل حال الحمد لله والحمد لله على كل شيء وعلى صحة البدن وعلى نظرة. ما حسيت الحمد لله تكوى شوية سي جمع، هكا ولا لا؟ ديما مش تكوى ما دامنا في الظروف الحالية. يا رسول الله، هاي سيدي احكي لي شنو يخليك تقول هكا؟ والله مش أقول لك أنا حاجة، هي المنطقة البلدية معناها من أكبر البلديات في تونس من ناحية الترابية. تتصور أنت بلدية فيها 21,000 هكتار اللي هي معناها مع تمدية الحمامات بكلها فيها 33,000 هكتار، ناحية 21 ولا قداش من المنطقة الجديدة، شنو 31 معناها من 21 31. خلينا نذكروا زاوية سيدي جديدي وقتاش تم أحداثها، خلينا نذكروا أحداثها في 2016 يعني. من البلديات المحث، من البلديات المحث من 86 بلدية، واللي هي قلت لك معناها المنطقة هي كبيرة ياسر. تصور أنت حدودها الواد الأسود اللي هي قريبة من بوعرقوب حتى الزغوان، وإلا من جهة قرنبالي حتى السوسة، يعني بوفيش يعني هذا الكبر بتاعها، والكبر بتاعها الكل هذه التضاريس بتاعها كلها وديان وكلها ثنايا بيستات وكلها معناها كل مواطن يعيط عليك من جهة. احنا تصور انت فيها 18,000 ساكن يعني تقريبا. سيدي جيدي اليوم بعد ما تم احداث البلديه هذه وبعد الحكم بعد الانتخابات اللي صارت، اعطينا بالضبط شنو الوضعيه الحاليه؟ هل اللي وعدوكم به جاء؟ شنو امورها الماليه؟ شنو الماتريال اللي عندكم؟ شنو المشاريع اللي قاعدين تقوموا بها؟ تفضل سيدي. بالنسبه للمشاريع احنا خاطر عندنا ارتباط كبير يلزمنا نوفروا اللي طلبوا منا صندوق القروض، احنا ارتباطنا الوثيق هو هذاك معناه القاعدين نخدموا عليه. نلوجوا فين مش نعملوا المشاريع احنا طبعا نشترى في جديد يعني ملكيه نتاع الدوله ولا نتاع البلديه ما عندناش، عقار معناها ان نستقدوا للعقار اللي مش نعملوا فيه احنا البرنامج مثلا حوالي جديد نعملوا فيه. شنو المشاريع؟ عاملينها احنا مخططينها كل شيء شنو فيها شنو فيهاش. الجديد كيف بس ماشي كيف لاطرش كيف الجهات كل ما هي جهه قالنا حاطين فيها البصمه نتاع البلديه مش نعملوا فيها. لكن المشكل وين؟ ان ما سلمناش
عقارات من لا من الدولة ولا من المنزل الجهوي. وبالتالي المشاريع بتاعنا ختم على الخندرة، نجموا نفذوها وما نجموش نفذوها. شنو المشاريع بالضبط اللي تستحق عقارات اللي تحكي عليها سيدي؟ ما تستحق عقارات مثلا البلدية المساجدة هي بلدية معناها المقر نتاعها مكري، ما عندناش مقر بلدي، ما عندناش مستودع، ما عندناش دار شباب، ما عندناش مسلخ، ما عندناش معناها كما نقولوها كل ما يشمل الإدارة بصفة عامة، كل ما يشمل العمل البلدي معناها مفقود عندكم. هاك عندكم فقط مقر فقط. طيب ماتريال وين تخليوا فيه بتاع البلدية مثلا؟ ماتريال وين تخليوا فيه؟ تصور سمحني تفضل. انت تتصور الشفاح بتاع المنطقة وعندنا زوج تراكتورات أحلوهن من المسجد الجهوي التو كوراتهم ما تصلحوش، وهم فرض ما معناها ياخذوا كل مزود أكثر ما يتصور. تصور انت زوج تراكتورات ياكلوا لي في 300,000 كل اسبوع مزود. يا رسول الله شوف انت الوضعيه معناها كما هي. الاداره فيها زوج عمال في الحاله المدنيه، عمال مش نقول موظفين ولا حاجه. التحق بين المره الاخرانيه معناها ان حولنا مش خلينا مهندس معناها معناها انت هذه الحاجه الميزه ربما خليناها. اما بالنسبه للباقي رانا امورنا تعبه. عندنا كهرباء واحده معناها نتنقلوا بها في الجهات الكل، منها معاينات، منها كذا، منها كل شيء. بيه ما عندكمش مستودع بلدي حتى تحطوا فيه حتى التركتور الخردة ذي ما تحطوا شيء؟ ما عندكمش وين تحطوا فيه؟ جملة أنا باتوا بحدا الشوفرية، زوج شوفرية باتوا بحدا الحمام الجديد. معناتها يهزوا يروحوا بيه معه؟ معناها لازم يروح بيه معناها باش ينجموا غادي ينجم معناها يعني. أيوة وكي تصير له حاجة يقعد مسؤول عليه هو؟ المسؤولين عليه الناس كل. والله وضعيه صعيبه هذه، راهو اللي قاعد صاير معناها. واحنا نحكيه على الحكم المحلي ما يجيش نعرفه انه بلديه محثه جديده، ولكن اي الى متى؟ طيب خلينا باش نحب نقدم معاك سي جمعه، طلبتوش الادارات المعنيه الجهويه او السلطة الوطنيه للمو باش تحسن الظروف؟ لقيتوش انتوما دي تيرا ممكن اللي تنجموا تبنيوا عليه ولا تنجموا تبنيوا عليه تبنيوا فيها المقرات نتاعكم؟ احنا عملنا المقترحات. اي مقترحات قدمناها لشكون؟ لكن المؤسف نتاع لشكون قدمتوها؟ قدمناها للسلطات الكل، السلطات جميع السلطات الكل تاخذ نسخ نفس النسخ. اي وهو انتم طلبتوها من الولايه ومن من من وزارتكم؟ نطلبنا من الوزارة، طلبنا من شو اسمه من ملاك الدولة. ملاك الدولة معناها طلبنا اعطانا قال وين مش تحبوا تبنوا المقرات هذول اعطيناه وفين نبنوهم، لكن تو ما خذينا حتى شيء. اي شنو كان الجواب؟ شنو كان الجواب نتاعه؟ الجواب لحد الان بدون جواب. به زاد دوركم انتم باش تحركوا اكثر الملفات زاد بكل صراحه باش نعرفوا مليح، وانه المشاكل الاداريه والعقد الاداريه الموجوده في تونس اللي تطالب وانه لازم تحركها بالقويه، لازم تتحركوا وتمشي وتطالبوا وتعاركوا باش نجموا راهو تحركوا الملفات هذه. تو تقريبا راهو فيهم يجيوا الكل الى الوطن القبلي، كل الوزارات ما فماش اسبوع يتعدى ما يجيوش، يجيوا انتم وطالبوا ومرحبا بكم هاوكا في الاسباس هذايا، طالبوا وطالبوهم امشيوا لهم وين ما هما وطالبوا بتفعيل القرارات هذه او باش تاخذوا حقوقكم معناها باش تنجموا تبنيوا عليها مقرات وتنجموا تاخذوا مشاكل المواطنين. معناها نفهم اليوم وانه دوركم انتم وانه بعض الفضلات اللي تلموهم باللي موايا اللي عندكم فقط، هذا هو اللي تقوموا به. هذا هو اللي معناه يؤسف حقا. يعني تصور بلديه معروفه معناها جديده معروفه، حمام جديده معروف، راهو الخلفيه نتاع حمامات، راهو مستقبل الحمامات راهو جديد. تصور انت ولا مسؤول يجيك مثلا يشوف شنو جديد. البلديه هذه من نهار الاحداث نتاعها زارها مره وحيده سي رائد المخر واحد وما باقي ما زال حتى حد لا يعرف مشكله والاتعس اللي زاد. احنا مرضنا اكثر ما تتصور اللي معناها بالحق نحسوا في رواحنا احنا في مقاطعه مش في واحده. في معناها الحمام الجديد معناها في البريمتر بتاعي في كذا في كذا. والمشكله بتاع الحمام توا المشكله بتاع الحمام سيد رئيس البلديه هذاك تعسفوا علينا كيما حبوا نحوا الواحد. شكون اللي تعسف عليه كيف ما حب؟ ما فهمناش. تعسفت على السلطه. سلطة تعسفت عليها. ربك يقولوا خلينا نقولوا الاسامي بمسمياتها يفضلك. اعطيني شكون بالضبط يقولوا سلطة في المطلق؟ المجلس الجهوي المجلس الجهوي يتمسك باش يكون الحمام هذا تبع المجلس الجهوي.
اي وما صارت عليه اشكاليات، صارت عليه مشاكل. صارت ايش معناها احنا؟ شو المصدر بتاعنا؟ شو التمويل بتاعنا؟ يقول لي هذاك هذاك الحاجه الوحيده مش نخدم نشوف فيها نعمل فيها مشاريع نخدم فيها نعطي فيها رخص نعمل فيها باش ننمي الجهه. فهمتني؟ وثاني حاجه المشاكل الموجوده فيها مش تنحل. قاعده قائمه لليوم المشاكل اللي فيها؟ المشاكل اللي فيها تو كي هذاك اي للسقوط هذاك. هذاك من معناها من قبل من في عهد نعيمه بن علي، نعيمه بن علي عملت بنت ثم بني جديد من ممتاز، لكن من بعد هي ما ثم حتى حاجه زاد. احنا نطلب من السلطه معناها رانا 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 في حاجه للمساعده نتاع السلطه. علاش علاش المشكل هذا؟ المشكل الحمام ما يحبوش ولا جلسه؟ جلسه لا جلسه تعمل معانا في البلديه لا. فما بروبليم دو كوميونيكاسيون على ما يبدو سي جمعة مع السلطات، احكيوا معاه. انتم ما حاولتوش تحكيوا مع السلطات الجهويه؟ خي مسكره بابها السلطات الجهويه ما تسمعش. كل ما نجدوا مشكل الحمام الا بتصير له مشكله. إيه علاش؟ ما الله اعلم. لا ما فهمش الله اعلم. ما تقولوا لنا علاش؟ شو تحب نفسر لك انا؟ شو تحب نفسر لك؟ اي اي موارد اذا كان ربما هم يحبوا موارد. موارد مش مطلقة فقيرة يا رسول الله، هم عندهم الوتلة وعندهم المعامل وعندهم غيره واحنا عندنا مورد وحيد. طيب شوف احنا باش نحاولوا تنتبعوا معاكم في الايامات القليله القادمه، احنا باش نخصوا يوم للبلديات المحثى وفي كل مره باش نسلطوا الضوء على مشروع. فانتوما قولوا لنا وين اثنين تو السلطات الجهويه، انا متاكد وانه توصل لها صوتك وقاعدين يتبعونا، فتنحاولوا مع بعضها تنفضوا الاشكاليات بالمشكله بالمشكله ونحاولوا نلقاو الحل حتى مع السلطات الوطنيه، نحاولوا نلقاو الحل. غير المعقول زاده نعملوا بلديات ونخليوها هكاك تخدم سبه. لا لا على كل مشكور سي جمعه بارك الله فيك رئيس حمام جديدي او سيدي جديدي على تدخلك معنا، بارك الله فيك. احنا ديما كي يقولوا جديدي نمشيو ديما للحمام. على كل شكرا على تدخلك معنا، ان شاء الله القليل القادمة نلقاو خبر خير ونسمعوا خبر خير على البلدية المحثى هذه. والحقيقة كي ناخذوا قرار أو كي نختاروا تعميم البلديات على الجمهورية الكل لازمنا زادا نعرفوا مليح وأنه نمشي من غير ما نقعدوا نمغطوا القرارات هذه، لازمنا ناخذوا حاجات عاجلة زادا باش نعملوا مقر للكراء وناس تخدم وناس نخلصوا فيها وماتريال مهري، هاو خاسرين فيها البيع معناه. خلوها كيكا خير يقعد مجلس ريفي ولا تابع للولاية خير. على كل تتابعوا الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله نسمعوا جديد.